السلام عليكم، معكم سعد. أخيرا سامسونج جالكسي اس 11 سيأتي بكاميرا 108 ميجا بيكسل. نعم، تعد سامسونج حاليا المزود الوحيد لمستشعر الصور الذي ينتج مستشعر صور بدقة 108 ميجا بيكسل للهواتف الذكية. على الرغم من أنها هي التي صنعت ذلك، إلا أن هواتفهم الذكية ليست هي التي تستخدمه الآن. حتى الآن يستخدم شاومي فقط في مي ميكس ألفا والسي سي 9 برو أو المي نوت برو الذي حاليا عامل ضجة كبيرة ب 108 ميجا بيكسل كأفضل كاميرا، يعني قتلت أو تغلبت على النوت 10 بلس وعلى الآيفون 11 برو ماكس، ويبدو أن النتائج المبكرة كانت جيدة جدا. لا تترك سامسونج كل المتعة إلى شاومي أو إلى الشاومي فقط، وفقا للشفرة التي وجدناها في أحدث إصدار من تطبيق سامسونج كاميرا. من المحتمل جدا أن تتضمن سامسونج كاميرا 108 ميجا بيكسل على أحد هواتفها الذكية المستقبلية. أثناء الخوض في تطبيق سامسونج كاميرا من الإصدار التجريبي الوان UI 2.0 الذي تم إصداره بالأمس لجهاز الجالكسي S10، عثرت على رمز يضيف دعم دقة إخراج 108 ميجا بيكسل. لقد سمعنا شائعات بأن سامسونج من المحتمل أن تضع مستشعر الصور بدقة 108 ميجا بيكسل في جالكسي S11 أو S11، ولكن لا يوجد في الرمز ما يؤكد أن دقة الإخراج هذه مخصصة لجهاز الجالكسي S11 القادم. كل ما يمكننا قوله هو أن واحدة على الأقل من هواتف جالكسي الذكية من سامسونج ستدعمها. من المحتمل أن نعرف ما هو الهاتف الذي سيستخدم هذا المستشعر في أوائل عام 2020 مع تسرب مزيد من المعلومات. في لقطات الشاشة يمكننا أن نرى أن كاميرا سامسونج أضافت دعما بدقة 9000 × 12000 بيكسل. هذا هو 108 أو 108 ألف بيكسل مجموع أو 108 ميجا بيكسل مثل المي ميكس ألفا أو المي نوت 10. من المحتمل أن توظف سامسونج بينين بيكسل لتحسين لقطات الإضاءة المنخفضة. هذا يعني أن هاتف جالكسي الذكي الذي يستخدم هذا المستشعر لن يقوم على الأرجح بإخراج صور كاملة بدقة 108 ميجا بيكسل افتراضيا، بل 27 ميجا بيكسل أو 12 ميجا بيكسل من الصور من خلال الجمع بين 4 أو 9 بيكسل على التوالي وتحويلها إلى بيكسل واحد، مما يجعل كل بيكسل أكبر بشكل فعال من أي من بيكسل الفردية مثل هواتف جوجل بيكسل والتي تجد فيها 12 ميجا بيكسل لكن بقوة هائلة جدا. في الماضي لم تقم سامسونج بإضافة دعم لقرار أو جهاز استشعار ما لم تكن تعمل بنشاط على شحنها في جهاز السامسونج في المستقبل، وذلك لأن الهندسة وتكلفة تطوير البرامج لا تستحق ذلك باعتبارها أداة اختبار للأجهزة الممكنة. هذا يعني أنه عندما نجد دعما لقرار أو ميزة محددة فمن المحتمل أن يتم تحويلها إلى أحد الهواتف الذكية المستقبلية التي تخطط سامسونج لإطلاقها. نحن متحمسون للغاية لهذه الكاميرا الخرافية لهذا الهاتف الذكي 108 ميجا بيكسل جديدة والتي تعمل على الشاومي بالفعل مع العجائب، وأعتقد أنها ستنتقل إلى كاميرات سامسونج إلى المستوى التالي. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. لا تبخلوا علي بمساندتي ودعمي بالضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس. وإذا كانت لديكم كل آراء لا تبخلوا علي بكتابة آرائكم ضمن التعليقات. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.